استاذ اكمل، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طيب مجلس الشيوخ وما يضم من خبرات، كيف يتعامل مع هذا الامر؟ طبعا مجلس الشيوخ اذا تراءى لمجلس النواب بعد احاله مشروع القانون من الحكومه الى مجلس النواب طبقا للواقع الدستوري، اذا احاله مجلس النواب الى مجلس الشيوخ لدراسته، هتكون فرصه كبيره جدا لكل الاطراف انها تنتقل من المحور الاعلامي الى جلسات استماع كبيره داخل مجلس الشيوخ، لان طبقا للماده 248 من الدستور مجلس الشيوخ بينظر في الامور التي تتعلق بالمقاومات الاقتصاديه والاجتماعيه طبقا للدستور، وهذا القانون يخاطب المقاومات الاقتصاديه والاجتماعيه. صحيح. وده هيدي فرصه كبيره اكبر في حاله من حالات الهدوء والاستماع لخبراء القانون والدستور، ونبتدي نسمع كمان لممثلي اصحاب الاطراف الاثنين المستاجرين والمؤجرين، وكمان هيبقى في جلسات استماع لخبراء العقارات والاثار التي الاقتصاديه التي ستنتج عن تعديل الاجره، تحرير العقود بعد 5 سنين اللي هي المرحله الانتقاليه اذا تمت، لان ده للاشخاص الاعتباريه برضه معلش كل شويه باكد على النقطه دي بس في المقاطعه. ليه؟ لان ده هيعمل انتعاش في سوق الايجارات تاني، هيوصل القيم الحقيقيه للمقار اللي موجوده في بعض الاماكن الاثريه زي مصر مثلا منطقه وسط البلد، في بعض المقرات زي الفيلل والقصور ما في منطقه الزمالك وجاردن سيتي، يعني كل ده هيبقى فيه تحرك. لكن الحقيقه خلينا برضو نقول ان في تقدم وتطور تشريعي موجود من الحكومه. اكتر حد هيعمل اجراءات وهيحرر العلاقه وهيكون متاثر هي الحكومه نفسها، لان بمعنى لان مقرات الحكومه القديمه لديها ما زالت في وسط القاهره. صحيح. والمناطق المحيطه بها، فالحكومه نفسها هتتنازل عن اماكن لان خلاص هي بتنتقل الى العاصمه الجديده، فالاماكن دي هتفضل، ففي الثروه العقاريه هتتحرك بشكل او باخر ويتم حصرها عشان طبعا، وده يعمل معانا تكامل تشريعي مع موضوع الشهر العقاري. صحيح. تكامل معانا في بعض الاماكن في بعض القوانين الاخرى، وهو ده دور مجلس الشيوخ الحقيقي، ان احنا نعمل نوع من انواع التكامل في السياسات التشريعيه، وكمان يتعمل قياس للاثر التشريعي للتعديلات اللي اتعملت للقانون قبل كده، هل اتت ب يعني بالفائده المرجوه، هل المسار اللي احنا ماشيين فيه في التعديلات هل المسار ده ممكن يدينا النتائج اللي احنا عايزينها خلال 5 سنين، ولا احنا محتاجين نعدل. طيب تفسير كلمه القيمه الايجاريه القانونيه، طب دي تفسيرها ايه؟ طب في التعديلات السابقه كانت ماشيه ازاي؟ المساحه عند مجلس الشيوخ بتبقى اكثر هدوءا واكثر استماعا من يعني الغرفه الاولى، مجلس النواب دايما بيبقى فيها الحماس السياسي اكثر، انما احنا في الشيوخ يعني نتميز شويه بهدوء الخبراء والدراسه المتانيه، وده بيسهل اكثر في دراسه المشروعات اللي بتروح مجلس النواب بابعادها المختلفه سواء الاقتصاديه. وده يمكن ظاهر في خلال الفصل التشريعي الحالي بعد وجود الغرفه الثانيه مجلس الشيوخ، ان جوده التشريعات اللي خرجت من مجلس الشيوخ بدراسات متانيه بتقارير دقيقه لمجلس النواب، كان مجلس النواب اسرع وادق واسهل في المناقشات داخل مجلس النواب. فيعني الفرصه كبيره جدا لاطراف حتى الحكومه والاطراف المعنيه بالنقاش داخل مجلس الشيوخ، وده هيبقى يعني منبر جديد، الناس كمان هتشوف كمان التعديلات الدستوريه واثارها ووجود الغرفه الثانيه مجلس الشيوخ.